مساء الخير لجميع متابعينا في الأردن نهار. اليوم صارت أجواء ربيعية دافئة خلال ساعات النهار، وانتشرت كميات من الغيوم العالية بدون فعالية. اعتبارا من يوم غد تنخفض قليلا درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. طقس ربيعي دافئ خلال ساعات النهار، لكن خلال ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة في منطقة السهول والجبال العالية خلال ساعات الصباح الباكر، كما تتشكل بعض الغيوم المنخفضة خلال ساعات الصباح الباكر في المنطقة الشمالية والمرتفعات الوسطى. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة تسود أجواء غالبا صافية مع 20 درجة مئوية، الملموسة 19 درجة مئوية، الرطوبة حوالي 60%، أما الرياح تكون خفيفة السرعة. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية. كما ذكرنا انخفاض قليل على درجات الحرارة لتصبح حول معدلات مثل هذا الوقت من العام. المفرق 29-14 مع رياح نشطة، إربد 27-15، جرش 28-16، وعجلون 26-15 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى الزرقاء رياح نشطة 30-17، العاصمة عمان 28-16، نفس الحرارة والأجواء في البلقاء مأدبة 29-16، والبحر الميت 34-25 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك طقس صافي 28-16، الطفيلة رياح نشطة 27-17، الشوبك 25-16 أيضا مع رياح نشطة، وأتربة مثارة ورياح نشطة في معان مع 33-20، والعقبة طقس حار مع 38-25 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية الأزرق أتربة مثارة 36-17، الصفاوي 36-17 أيضا مع أتربة مثارة، ونفس الأجواء في أرويشت. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.